هل ممكن الورم برضه يا دكتور يبقى تجمع دموي؟ ممكن، ما هو طب ممكن لو اي حصل تجمع دموي ممكن يحصل ايه؟ هو بيصرف لوحده، بس اه بيفضل بيكسر. اه بس بيفضل ان احنا نثبت الايد لغايه لما يحصل انصراف للتجمع الدموي. في اي خبطه اي وقعه لازم في اي مكان يا دكتور نثبت لازم هذا الجزء، تلج على طول؟ نثبت هذا الجزء، الجزء المصاب ده بنثبته، بنثبته باي حاجه ناشفه، نثبته لغايه لما نستشير استشاره طبيه ونحط عليه تلج. التلج طبعا ليه وظايفه، والتثبيت ان انا ما بحركش الجزء ده اكتر، لا يكون في شرخ في كسر فما حركوش اكتر، يعمل تدهور اكتر للحاجه. اكيد اكيد. طيب معانا اتصال تاني. سمر. ايوه اهلا بحضرتك يا سمر، اتفضلي سؤال حضرتك. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بقول للدكتور بس ان انا عندي فقراتي رقبتي وظهري الثالثه والرابعه والرابعه والخامسه، انا كل يعني والسته والسبعه. المهم شكوتي اللي هي تعباني جدا بقى ان انا رقبتي فيها كهرباء نازله على ذراعي من الكوع لغايه لغايه فوق اللي هو الكتف، يعني مش مخلياني اعرف انام. رحت لدكاتره كتير قالوا لي عمليه، بس للاسف انا 66 سنه مش هقدر اعمل عمليه عشان في كدمه برضو في رقبتي. طب ليك اسئله تانيه؟ ليك اسئله ليها مش عارفه انا، يعني عايزه الكهرباء دي ليها حل، مش عارفه ما بتنيمني. طب السؤال الدكتور هيسالك بس يا سمر ثانيه واحده. حضرتك قلت لي ان في كدمه في الرقبه مش كده؟ ايوه في كدمه. كدمه وانا اتلوت الرقبه، في ايه اللي حصل بالظبط؟ لان ممكن يكون نعم. ممكن ده يكون له علاقه. الكدمه اللي حصلت دي عباره عن ايه؟ الاصابه اللي حصلت عباره عن ايه؟ لا ده من صغري كان في يعني حاجه خبطتني. تمام كده. تمام هنرد على حضرتك. طيب حاضر. أوكي. شكرا، الف سلام عليك يا سامر. شكرا. تمام اتفضل يا دكتور. هي الكدمه ممكن تحصل من الصغر وبتستمر هي الكدمه غالبا سابت اثر ضعف في العضلات وحاجات من دي، ولما بيحصل ضعف في العضلات والشخص وتثابت بقى يمكن يا دكتور بقى. وتثابت فبيبقى الحمل كله بعد كده بيبقى على الفقرات والغضاريف اللي هي ما بين الفقرات بتاعه العنقيه اللي هي بتاعه الرقبه. ايوه لما بيحصل هذا الكلام طبعا بيحصل بروز لما بيحصل حمل زايد على هذه الفقرات والغضاريف، بيحصل بروز لهذه الغضاريف وتضغط على جذور الاعصاب اللي خارجه اللي بتغذي الدراع اليمين او الشمال، وده ممكن يكون هو اللي مصاحب معها التنميل، هو ده المسبب للتنميل اللي موجود عندها. ما دام احنا يعني رافضين العمليه بهذا الشكل، بس في بعض حالات بيبقى في دواعي للعمليه ما بنقدرش نقول لا ده لابد لازم العمليه. انما لو حتى لو سنها 66 مش كبير ما لو مصاحب كبير. اه بالظبط لو مصاحب معاها ليها مشاكل يعني هو يعني حتى احنا في بعض الناس بنعملها لهم في سن اكتر من كده بكتير. أيوه. يعني تمانينات. أيوه. وحاجات ما اعتقدش السن له علاقه قوي باخذ قرار العمليه، نعمل العمليه او ما نعملش العمليه حسب يعني الحاله طبعا. قرار العمليه بيتاخد من الاعراض اللي موجوده والفحوصات اللي احنا بنعملها اللي بتؤكد هذا الفحص الاكلينيكي اللي هو اكد لنا ان في مشكله موجوده. من الحاجتين دول بناخد قرار اذا كان في عمليه او في علاج تحفظي. انما لو الشخص رافض ان هو يعمل العمليه تماما فلازم الدكتور بيشرح له طبعا، لو هو هيستمر في العلاج التحفظي لازم يبقى فاهم مضاعفات ان انا لو انا استنيت اخدت قرار العمليه وما عملتش العمليه واخدت قرار العلاج التحفظي لازم ابقى فاهم لو انا مشيت في العلاج التحفظي ايه اللي ممكن يحصل. ولازم اكون انا واعي لهذه الجزئيه. انا بنصح المدام لو هي هتستمر بهذا الوضع تاخد بس مقويات للاعصاب، في ادويه مقويات للاعصاب دلوقتي كتيره جدا عشان تحافظ على الاعصاب. تمارين على قد ما تقدر، تعمل تمارين على قد ما تقدر على قدر استطاعتها. التمارين دي هتقوي العضلات وبالتالي تنقل الحمل من على المكان اللي فيه المشكله للعضلات، العضلات هي اللي تشيل كل حاجه. طبعا. طيب معانا اتصال تاني. ساره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ساره اتفضلي. انا ضهري سلسله ضهري من ورا بيوجعني جامد لما باجي اعمل اي حاجه في الشقه، حتى لما باجي اشيل بنتي مثلا او ناس نازلين ما بقدرش اشيلها، ضهري بيوجعني من ورا. طيب. وجع الظهر ده بيسمع في اي حته تانية ولا وجع ظهر فقط؟ لا هو وجع ظهر بيسمع بس ما بعرفش اتحرك منه يا دكتور، يعني اجي اقعد مش عارف اقعد من وجع الظهر. انما ما بيسمعش في رجلين ولا حاجه؟ لا بيسمع في ظهري بس فقط لا غير. هنرد على حضرتك حالا. حاضر شكرا. تابعيني يا ساره، الف سلامه. شكرا اتفضلي. هي يمكن ما حددتش وجع الظهر فين يا دكتور. بس خلينا نتكلم. هنتكلم بصفه عامه على الام اسفل اسفل الظهر. الام اسفل الظهر يعني هي اكتر منطقه يا دكتور بيبقى فيها تظهر مشاكل والام، هي لان هي الفقرات العنقيه والقطنيه. والقطنيه ده فعلا لان هم دول اكتر فقرات فيهم الحركه. المنطقه بتاعت الجذع بتتحرك كلها من خلال الفقرات القطنيه والصدريه الواصله اللي ما بينهم، وحركه الرقبه والايد والكل لها علاقه بالفقرات العنقيه. المجهود اكتر بيكون على الفقرات القطنيه عشان الشيل والحط والحاجات دي كلها، بيكون بعض الناس بتشيل بشكل خطا مع ضعف العضلات يبدا ياثر لنا على الفقرات والغضاريف اللي هي ما بين الفقرات القطنيه وبعضها. لما بيحصل حمل زايد على هذه الغضاريف طبعا بتعتل بتجهد وبتعتل وبتفقد المرونه بتاعتها، وبالتالي بيبدا الشخص يشتكي.
دايما في الحالات اللي بهذا الشكل بنفحص الشخص كويس قوي ونشوف نستبعد خلاص اي مشاكل ميكانيكيه موجوده داخل العمود الفقري، سواء كانت في الفقرات او كانت في الغضاريف او في جذور الاعصاب. لو كل ده سليم بيبقى الموضوع كله له علاقه بالجهاز العضلي اللي هو حوالين هذه المنظومه بتاعه العمود الفقري. لما بتكون المشكله في العضلات بس وما دام في الام، قوه العضلات يا دكتور بتحافظ على تجنب الاصابه بمشاكل بالنسبه جداً للعظام، جدا دي من ضمن الوقايه من الاصابات ان انا اقوي هذه العضلات طبعا. بس ما دام في الم بهذا الشكل ده واضح ان في التهاب، العضلات فيها التهاب، فبضطر ان انا ادي ادويه الاول مضادات الالتهاب. اسباب التهاب العضلات ايه يا دكتور؟ هل في اسباب معينه؟ هو في اسباب كتيره جدا، بدايتهم اللي هو الشائع جدا ضعف العضلات، عدم ممارسه الرياضه طبعا. عدم ممارسه الرياضه والحياه اللي هي للاسف اللي ما فيهاش حركه كتير، يعني الحياه اللي ما فيهاش حركه كتير وعدم الالتزام بالاساليب الصحيحه للجلسه وللشيل وللقعده، كل عدم الالتزام بالحاجات دي كلها هو اللي بيرهق العضلات في الاخر ويعمل لها اجهاد اللي احنا سائلين عليه، اللي هو اول مرحله من مراحل الالتهاب. لما العضلات بتجهد وانا احمل عليها اكتر فبتخش بعد كده في مرحله بقى الالتهابات الكتيره والتمزقات بتاعه العضلات اللي هي يفضل الشخص يشتكي من عضلاته بشكل مستمر. حتى بهذا الشكل ندي ادويه الاول مضادات الالتهاب لمده اسبوع 10 ايام اسبوعين بكتير قوي، بننظف العضلات من الالتهابات اللي فيها، وبعد كده بندخل الشخص في برنامج تاهيلي عباره عن تمارين رياضيه لتقويه المكان ده لمنع تكرار الاصابه دي مره اخرى. مهم التمارين الرياضيه بتساعد هي اللي بتحافظ تقوي العضلات طبعا، فبالتالي هتقلل الاصابه بمشاكل زي الالتهابات والعضلات بالظبط يا فندم. لان انا لو سبت الشخص مش معقول في الشخص هيتم طول حياته ياخد في ادويه، صعب جدا. فهي الادويه بتبقى لفتره معينه ننظف بيها العضلات تماما، وبعد كده التمارين هي اللي بتحافظ على الوضع الكويس اللي الشخص وصل له. يعني لما نقوي العضلات يا دكتور معنى كده بنحافظ على مشاكل تحصل في العظام عموما. طب بس التهابات العضلات مجرد اعراضها هي وجع في الجسم والام ملهاش اي اعراض اخرى؟ هي طبعا جزء العضله اللي مصابه هي اللي الشخص بيشتكي منها وبيشتكي أيوة. من الحركه اللي بتؤديها هذه العضله، اي حركه فيها هيحس بالم بالظبط. هي لان العضلات هي الاداه المحركه للجهاز الهيكلي، يعني العضله هي بتحرك العظم وبتحرك المفاصل طبعا. طيب معانا اتصال تاني، استاذنك يا دكتور. تامر. ايوه اهلا بحضرتك تامر، اتفضل. اهلا بحضرتك، اتفضل. سؤال حضرتك. سؤال حضرتك كانت بالغضاريف العنقيه. انا عايز اشكر دكتور جمال علشان انا تعبت جدا ان انا اتعالج بالغضاريف العنقيه، ورحت للدكتور جمال انا الحمد لله خلاني في احسن حاله. الحمد لله، الف مبروك. الله يخليك، شكرا شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا. الف سلامه على سيادتك. شكرا، الف سلامه عليك. شكرا. طيب احنا كنا بنقول يا دكتور ان العضلات، ضعف العضلات بيؤدي لالتهاب في العضلات اللي هي الاجهاد، اول حاجه الاجهاد، وبعد كده بتخش في المراحل بعد كده بتاع اللي هي المتسلسله لالتهاب العضلات، لغايه لما نوصل في الاخر خالص للاسف لما العضله تفقد المرونه بتاعتها لتمزقات وقطعات في العضلات لغايه ما توصل في الاخر.